الوزن، الوزن ده مقداره 440. عندي شد هنا بيساوي 460 جرام، وعندي هنا شد في الحبل اسمه تي بي اي، وعندي شد في الحبل اسمه تي بي سي. في حالة الاتزان لمجموعة القوى ديت عايز الشد في الأحبال. سوليوشن، أنا حل القوى الموجودة عندك، هيبقى عندك هنا 460 وساين 30، ومنها 460 ساين 30. هيبقى عندك هنا تي بي اي، تي بي سي ساين 60، تي بي سي كوساين 60. فمشن القوى في اتجاه الاكس بيساوي صفر، من القوى في اتجاه الاكس هيبقى عندك ماشي تمام. موجب 460 كوساين 30 ناقص تي بي سي كوساين 60 ناقص تي بي اي بيساوي صفر. ده معناه ان تي بي اي زائد تي بي سي كوساين 60 يساوي 460 كوساين 30. دي المعادله الاولى. المعادله الثانيه سمشن قوه في اتجاه الواي بيساوي صفر، قوه في اتجاه الواي هيبقى عندك تي بي سي ساين 60 ناقص 400 ناقص 460 ساين 30 بيساوي صفر. هنا نطلع قيمة تي بي سي، يطلع معاك تي بي سي يساوي 727.46. خد التي بي سي أو بقى هنا، يطلع معاك تي بي إيه تساوي